محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. نرحب بإخواننا علماء أفريقيا في هذا اللقاء الذي جمعنا بهم في إحدى هذه الليالي المباركة في شهر رمضان، ونسأل الله للجميع التوفيق لما يحب ويرضى، وأن يجعل أعمالنا كلها خالصة لوجهه الكريم، وأن يعيننا على ما فيه الخير لأنفسنا وللأمة الإسلامية. أيها الإخوة، إننا نسر بمثل هذه اللقاءات لنتواصى بالحق ونتواصى بالصبر كما أمرنا الله سبحانه وتعالى، ونحن وأنتم كل مسلم على وجه الأرض فرحون بهذه الليالي المباركة وهذا الشهر العظيم. والحقيقة أن كل زمان الأمة الإسلامية في خير وإلى خير، لكن هذه الأيام من رمضان لها خصوصية في الفضيلة والأعمال الصالحة ونشر الخير والتواصي به، كما قال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله جل وعلا بين أن كل إنسان خاسر يوم القيامة إلا من اتصف بهذه الصفات العظيمة: الذين آمنوا، هذه واحدة، الإيمان بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، وعملوا الصالحات، هذه الثانية، عملوا الصالحات. الإيمان مقرون بالعمل دائما، فإيمان بدون عمل لا ينفع، كما أن عملا بدون إيمان لا ينفع أيضا، ولا ينفع إلا ما كان مقرونا بالإيمان بالله وبرسوله. العلم لا والعمل لا ينفعان إلا إذا كان مقترنين بالإيمان بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. فمن اتصف بهذه الصفات الأربع فإنه ينجو من هذه الخسارة العظيمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهي سورة عظيمة وجيزة بليغة تضمنت طريق السعادة والخير لمن يريد الله جل وعلا والدار الآخرة، وهذا هو الغاية والمقصود من خلق هذا الإنسان الذي خصه الله بهذه النعم من بين مخلوقاته، وجعل هذه المخلوقات
كلها تخدم هذا الطريق الصحيح، طريق العلم النافع والعمل الصالح. وأيضا ما يكفي هذا، فالإنسان يمتد خيره إلى غيره من البشر، تواصوا بالحق، يوصي بعضهم بعضا بالحق، وهو ما شرعه الله على ألسن رسله من وجوب عبادته وحده لا شريك له، وبذل الخير للبشرية. فالمسلم مناط به مسؤولية عظيمة نافعة ممتدة النفع. والله جل وعلا كفل لمن اتصف بهذه الصفات الأربع، كفل له السعادة الأبدية الدائمة. الذين آمنوا أي واحد وعملوا الصالحات هذه الثانية، تواصوا بالحق هذه الثالثة، وتواصوا بالصبر هذه الرابعة. فمن اتصف بهذه الصفات الأربع نجا من هذه الخسارة وفاز بالسعادة الدائمة العاجلة والآجلة، وله الحمد وله الشكر أن من علينا بهذا الدين القويم وبهذا الرسول الكريم وبهذا الكتاب العزيز القرآن، كلام الله سبحانه وتعالى، أفضل الكتب الإلهية وخاتمها، وهو الشاهد على كل إنسان. قال شيخ الإسلام الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: اعلم أن الله قد افترض علينا أربع مسائل. المسألة الأولى الإيمان بالله سبحانه وتعالى، المسألة الثانية العمل الصالح، والمسألة الرابعة التواصي بالحق، لأن الإنسان لا يقصر الخير كله على نفسه، بل ينشره ويبينه ويدعو إليه ويتمسك به ويسير عليه، فهو منهج السعادة وطريق الصلاح والإصلاح لمن وفقه الله. ومن أفلتت يده من هذا الدين العظيم دين الإسلام فهو من الخاسرين، الخسارة التي لا تعوض. وهذا الدين هو الدين العظيم، دين البشرية، بعث الله به رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم، وترك عليه الأمة. قال صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي، فلا صلاح ولا فلاح ولا نجاة ولا خير إلا بالتمسك بهذا الدين الذي هو خاتم الأديان والمهيمن عليها، وهو الطريق الوحيد الموصل
إلى الله سبحانه وتعالى. ليس هناك طريق يوصل إلى الله والدار الآخرة والجنة إلا بهذا الدين العظيم، دين الإسلام، فهو دين شامل عام بكل أمور الخير، لا خير إلا دل الأمة عليه، ولا شر إلا حذر الأمة منه. فلله الحمد وله المنة وله الفضل والإحسان أن من علينا بهذا الدين، ولكن يجب أن نتمسك به ونمسك به غيرنا الذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. قول الله جل وعلا فيهم: إنا لا نضيع أجر المحسنين. فهذا هو الإحسان، الإحسان كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فالدين على ثلاث مراتب: المرتبة الأولى الإسلام، والمرتبة الثانية الإيمان، والمرتبة الثالثة الإحسان، وكل مرتبة لها أركان. فأركان الإسلام خمس: شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، صوم رمضان، وحج بيت الله الحرام. والإيمان ستة أركان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، تؤمن باليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، كله من الله سبحانه وتعالى. فهنيئا لمن وفقه الله للتمسك بهذا الدين والعمل به، وهنيئا لمن لقي الله جل وعلا به، لا يشرك بالله شيئا. من لقي الله لا يشرك به شيئا أدخله الجنة. قال معاذ بن جبل رضي الله عنه: كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال معاذ رضي الله عنه: الله ورسوله أعلم. قال صلى الله عليه وسلم: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وأن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. هذا حق الله على العباد. وحق العباد على الله لا يعذب من لا يشرك به شيئا. وكلمة شيئا تعم كل ما كان من دون الله عز وجل، فلا ينجي من عذابه، ولا يدخل في جنة الله، ولا تنال السعادة الدائمة الأبدية إلا بهذا الدين الذي بعث الله به خاتم النبيين وإمام المرسلين، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله على هذه النعمة العظيمة،
التي أورثها الله لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، فهي أكبر نعمة تفضل الله بها على عباده. يجب على المسلم أن يعرف قدر هذا الدين وأن يتمسك به بخاصة نفسه، وأن يمسك به غيره بدعوته إليه، والتعاون بين المسلمين للتمسك بهذا الدين والعمل به والسير عليه إلى الوصول إلى رب العالمين سبحانه وتعالى. الحمد لله على هذه النعمة، على نعمة الإسلام، على نعمة الإيمان، على نعمة الإحسان، كل هذا بين أيدينا وميسر لنا ومبين لنا، فعلينا أن نسأل الله الثبات على هذا الدين إلى أن نلقاه سبحانه غير مبدلين ولا مغيرين، إنه سميع قريب مجيب، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. شكر الله ورحمة صاحب المعالي على هذه الكلمات الطيبة النيرة التي تغير الطريق وتكون مدرسة للكاتبين والباحثين في هذه الموسوعة، وتذكرنا بما علينا من العلم والعمل والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. نسأل الله عز وجل أن يجزيك وأن خير الجزاء وأن يجعل ذلك من ميزان حسناتنا. الآن يا صاحب المعالي نستأذنكم والأستاذ سمو الأمير في إتاحة الفرصة للباحثين والمشاركين في الملتقى لمن أراد أن يشارك أو يطرح سؤالا لأستفيد من معالي الشيخ الذي خصص لنا هذا الوقت وهذا الجزء من وقته، فجزاه الله خيرا. تفضل من أراد أن يتحدث أو يسأل يرفع يده كالوقت المدن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الوالد سماحة الشيخ صالح الحوزان على هذه التوجيهات النيرة التي استفدنا منها كثيرا، وطالما استفدنا من علم الشيخ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يطول في عمره وأن يمتعه بالصحة والعافية وأن ينفع به الإسلام والمسلمين. فسؤالي شيخنا يتعلق بالفقه، فهذه اللعبة التي انتشرت ولا سيما في رمضان نراها عند كثير من الناس والناس يسألون عنها، وهي لعبة الليدو، فكنت أريد أن أعرف ما حكم الشرع في هذه اللعبة وجزاكم الله خيرا. دين الإسلام دين جد وعمل وعلم، ليس فيه اللعب أو لعبة كما يقال. نعم هناك مجال لإدخال السرور على المسلمين، وهناك فرصة لسعة البال فيما بين المسلم وأخيه المسلم، وهناك فرصة لتعارف والتآلف والتآخي والتناصح. الحمد لله ديننا مفتوح لمن يريد الخير ويريد النجاة ويريد الوصول إلى الله جل وعلا.
ولا وصول إلى الله جل وعلا وإلى جنته وإلى رضاه إلا بهذا الدين العظيم الذي تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوصانا بالتمسك به إلى يوم نلقاه. فمن لقي الله بهذا الدين فاز ونجح وأفلح، ومن لقي الله بغير هذا الدين خاب وخسر، ولم يبقى دين على وجه الأرض إلا هذا الدين، دين صحيح، دين نقي، دين محفوظ، كما قال الله جل وعلا: إنا نحن نزلنا الذكر عن القرآن وإنا له لحافظون. هذا الدين تكفل الله بحفظه، ولا يمكن أن يضيع، فقد تكفل الله بحفظه، بخلاف الأديان الأخرى فإن الله وكل حفظها إلى الأحبار والرهبان وضاعت، ضيعوها، دخلت فيها الخرافات والمبتدعات حتى تغيرت، ولله الحكمة في ذلك، جاء بهذا الدين بديلا عنها وكافيا لمن تمسك به، فلم يبق دين بعد هذا الدين إلا دين الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام، واختلف الذين أوتوا الكتاب لأن بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، الله سبحانه وكل حفظ الدين إلى الأحبار والرهبان ضيعوه، وهذا الدين الإسلامي تكفل الله بحفظه، وذلك بحفظ القرآن والسنة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم، ولذلك بقي هذا الإسلام كما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، لم يمتد إليه تغيير أو زيادة أو نقصان، وقد تكفل الله بحفظه، ولم يكل حفظه إلى العلماء أو الأحبار والرهبان، وإنما تكفل هو جل وعلا بحفظه، فلذلك بقي هذا الدين كما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا التمسك به والسير على نهجه، وأن نلقى الله جل وعلا به، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا صاحب المعالي على هذه الإجابة الوافية. صاحب المعالي، هؤلاء الباحثون هم كما ذكر صاحب السمو يشتركون أو مشتركون في كتابة موسوعة عن تاريخ أفريقيا منذ دخول الإسلام إليها حتى الوقت الحاضر، وهم يتناولون عدة موضوعات ومحاور كثيرة تتناول جوانب التاريخ، خصوصا التاريخ الإسلامي في هذه الدول، وكثير ممن أدخلوا الإسلام في بعض الدول قد يكونوا على غير منهج أهل السنة والجماعة من بعض المبتدعات كالصوفية وغيرهم، فماذا
توجهون الباحثين وهم يكتبون في هذه الموسوعة ويتعرضون لمثل هؤلاء؟ هل يذكرون محاسنهم؟ هل يذكرون يعني دورهم في دخول الإسلام في هذه الدول؟ كيفية التعامل الصحيح مع المبتدعة عند كتابة التاريخ؟ نعم، تاريخ الإسلامي إنما يؤخذ من مسارها الصحيح الذي تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي حفظه الله من التبديل والتغيير. وليس هناك منهج يوصل إلى الله إلا هذا الدين، والبدع والخرافات والطرق المخالفة للكتاب والسنة كلها مرفوضة، ولا يجوز العمل بها ولا يجوز نشرها، بل يجب منعها والتحذير منها ومن أصحابها. لا شك أن هناك من يريدون العبث بالدين، ويريدون إدخال البدع والمحدثات، ولكن أنى لهم ذلك، قد تكفل الله بحفظ هذا الدين، فتبقى الخرافات والبدع والمحدثات عند أصحابه. وأما هذا الدين فإنه بريء من كل ما خالفه مما أحدثه ويحدثه أهل الضلال. تبقى البدع والخرافات عند أصحابه ولا تقبل عند المسلمين الذين يعملون بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث أو في الأثر: ما أحدث قوم بدعة إلا نشر مثلها، ما أحدث قوم بدعة إلا وفي القرآن والسنة ما يبين بطلانها ويبين ضلالها. وعلماء المسلمين هم الذين يحملون هذا الدين حملا صحيحا كما أنزل ويبلغونه. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: لتارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي. والحمد لله، كتاب الله موجود ومحفوظ بحفظ الله، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم محفوظة بجهود علماء المسلمين الذين قاموا بروايتها ونشرها وتعليم الناس، لها. كل هذا مما يبشر المسلمين لأنهم على جادة صحيحة ومنهج قويم لا شك فيه ولا ريب. فعلى المسلم أن يلزم هذا المسار وأن يسير عليه ولا يقبل ما خالفه ممن جاء به كائنا من كان. فهذا الدين محفوظ بحفظ الله. وإذا أراد من يريد تغييره نزعه الله إلى من يحفظه من علماء المسلمين ومن ولاة أمور المسلمين. يطيب الله لهذا الدين من يحفظه ويقوم به. حفظكم الله فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: غالبا ما تسبقنا السعودية في رؤية هلال الشروق القمرية، ما حكم التقييد برؤية المملكة العربية السعودية أم نتقييد برؤية دولنا؟
قال صلى الله عليه وسلم: صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فافطروا له. وكل بلد إسلامي يرجع إلى العلماء الذين يعيش بينهم، وتكون لجنة شرعية لقضاء الهلال، وتكون هذه اللجنة مما يوثق بعلمه ونصحه ومقدرته، وتختلف المطالع كما هو معلوم، فلا يلزم لأقاليم مختلفة المطالع أن تأخذ برؤية مطلع غير مطلعها. هذا منهج سار عليه المسلمون من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. ذكر الله لكم صاحب المعالي في هذه التحول خصيصا في هذا الوقت للإفادة والتقديم هذا العلم النافع. نسأل الله عز وجل أن ينفع بكم ويكتب أجركم ويجعل ما تقدمونه في مقام ونستودعكم الله فضيلة الشيخ، وإن شاء الله نلتقي بكم قريبا في مناسبات قادمة إن شاء الله. وجزاكم الله عنا خير الجزاء. خلاص. روح لنا. إيه.